اي قد ايه فول؟ نص كيلو بفول مدشوش منقوع من قبلها بيوم والميه تتغير اكتر من مره، برضو حزمه من البقدونس، حزمه كزبره، شبت، معلقه صغيره من الثوم، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، رشه ملح وزيت. نجهز زيت بقى عشان القلي. عندي سمسم، عندي كرات، عندي بصل اخضر مش بصل احمر. يعني كان من فتره حد قال لي الطعميه يا شيف بعملها زي ما قلت لنا زمان بس بتفك مني في الزيت. حضرتك انا قلت لك بصل اخضر مش بصل احمر، لو حطيتي بصل احمر، البصل الاحمر ميته كتير فهيعمل ايه؟ هحط العجينه في الزيت والاقي بقى اشكال اشباح كده والطعميه تطلع ناشفه، وللاسف اضطر ان ارجع اشتري الطعميه عشان ولادي كلوا وش يعني. فعشان ما تقعش في النقطه دي تاني هستاذنك ما تحطيش بصل احمر، البصل الاحمر ميته كتير هيخلي بقى شكل الاشباح كده والطعميه تطلع ناشفه وتبعد عن بعضها او لا اتفتفتت. ونفس الموضوع لو ما صفيناش الفول المدشوش كويس. طب عملت الطعميه زي ما انت قلت بس كانت خشنه قوي، ده من حاجتين، ان الفول ما اتنقعش كويس، معدتي وجعتني وحصل لي حموه، او الزيت وحش، او الفول لما اتنقع في الميه ما اتغيرش ميته اكتر من 3 مرات وما خدش الوقت الكافي في النقع بتاعه. يبقى الموضوع بسيط اهو. ومحتاج ايه؟ محتاج شويه سمسم محمصين وشويه كزبره عشان اعمل الطعميه من بره كده بقى زي اللي راسه، نبقى متمكنين قوي. هنبدا بدي الاول، او نعمل الطعميه كور صغيره في اول مره، بعد كده نعمل الاقراص، بعد كده نعمل الطعميه الاسكندراني بقى اللي جواها شطه، ونعمل ازاي هي الشطه دي ممكن نعملها في حلقه تانية قريب. انا سمعت كده خيال في فوداني، قلت له قلت حاجه؟ طيب انا مش سامعكم لو انتوا بقى. طيب تهيؤات تهيؤات، خلاص اللهم صل على النبي. طيب بتيجي حاجات بقى ايه، نشتري العجينه من المطعم، ويمكن دي اكتر حاجه بتقع فيها الناس. اشترينا عجينه الطعميه بس لما جينا نعملها ما طلعتش زي المطعم واحنا عندنا زيت احسن، وهي هي العجينه. ده عشان حضرتك العجينه لازم تدور على الحجر الدوار، حتى لما حضرتك بتروح تشتري الطعميه بيقوم مشغل الحجر ده شويه ويقوم واخدها مديها لك، او بيشغله شويه ياخدها يعملها لك في ساعتها، فبتبقى محتاجه تتضرب تاني في الكبه مش في الخلاط، وده مهم قوي. الخلاط هينعمها قوي لدرجه ان هي تبوظ. وعندك حلين بقى، يا معلقه صغيره من الكربوناتو او رشه صغيره بتساعد ان هي تبقى هشه كده ومنفوخه مش مكتومه، او هتحطي عليها بيضه على كيسين كبار. طب لو شويه صغيرين نص بيضه كده، او يعني نقلب البيضه ناخد نصها بس ونقلبها مع البيض، او نزود البيض ونعمل عج، يبقى ده ينفع وده ينفع. يبقى الكربونات او البيكنج باودر تنفع تخلي لي الطعميه هشه ما تبقاش مكتومه لو انت بتعمليها معاكي تطلع مكتومه. هناخد الفول بقى وننزل في الكبه نصها. حطيت انا كده نص الكميه بس عشان انا لسه كنت بقول لكم ان انا بخلي بالي من ادواتي برضو، فحط بس فيها نص الكميه من هنا كده عشان ما احملش على الجهاز بتاعي. هاخد بقى الثوم اهو، فص ثوم كده حلو مش لازم يبقى مفروم، عادي سليم يعني، نقطعه بس كده نساعد الكبه السلاح بتاعها. شويه كزبره، ممكن احط كزبره من الخشنه دي عادي مفيش مشكله، وشويه كربونات صغيرين. الكربونات دي بقى اللي هي ايه، ممكن لو عندنا فضه عايزين نلمعها لمونه معاها وندعك كده هتلاقيها بتلمع يعني. وادي شويه الملح عشان انا بحس ساعات ان الطعميه بتكون عدمه شويه، ولو عايز احط شويه فلفل اسود برده جميل. حطينا الخضره، حطينا كزبره، شبت، بقدونس. انا يمكن عندي يعني لزوم فتح النفس كده، يعني احنا دايما بنقول ايه اهم من الشغل ظبطه، فعندي كرات، فالكرات برضو من الحاجات الجميله اللي بتحط على الطعميه. ويمكن المطاعم بتبقى بخيله شويه وبيبقى غصب عنهم عشان الخضره بقت غاليه قوي، الحزمه دلوقتي معرفش بقت بكام، ويمكن يعني الطعميه في الاخر سعرها بسيط قوي فما بيحطوش خضره كتير على الطعميه عشان غليت يعني، فبتلاقي الطعميه لونها ابيض شويه مش مخضر قوي. كل ما تحطي خضره اكتر على الطعميه تدينا طعم احسن ولون احسن. فانا يعني ربنا مبارك الحمد لله وعندنا خضره كتير اهي وكذا نوع، فنحط الخضره ونبتدي نضرب بقى في الكبه لحد ما تتفرم. لقيت الكبه مش مستحمله اقلل واضرب كويس، عشان كل ما هضربي كويس كل ما هتطلعي الطعميه ناعمه. بس احسن حاجه هي الحجر الدوار، حجر الرخام اللي بيعصر ده ويطلعها لي مظبوطه. في حد يقول لك الخلاط هيعمل ده، الخلاط هيبوظ العجينه، ما ينفعش نعمل عجينه في البيت طعميه، دي طعميه بيتي مش هتبقى زي الحجر، بس يعني هي اقرب ما يكون. واشغل بقى ده واسيبه شويه. Thank you.
ضربت كده ولقيت ان الكبه بتاعتي ما عملتليش الطعميه او عجينه الطعميه زي المطعم، عشان الحجر احنا قلنا الحجر ده يعني ما هو ملوش بديل، هو ليه ينفع نعمل حاجه قريبه. فبقى هعمل انا ايه بقى؟ شلت الغطا ورحت جايب بيضه، والبيضه نفس موضوع المايونيز كده بتلم لي العجينه وتنعمها لي، حط واحده بس واقوم قافل تاني ومشغل الطعميه. محتاجين نضربها شويه كمان عشان سامحونا بقى من الوقت ايه هيضيع عند دي، بس هي لازم تبقى ناعمه عشان يعني ايه الواحد بيتبسط جدا انه يعمل حاجه زي ما المفروض تعمل، او على الاقل اخواتي هنا لما ياكلوا في الاستوديو من الاكل يبقوا مبسوطين. فتحت كده شميت ريحه الطعميه، هو الواحد ايه يفطر متاخر اه، بس يعني حلو. هقفل تاني وابتدي اشغل. طب ينفع ازود ميه واطريها؟ لو زودت ميه او الفول كان فيه ميه هتفتح منك في الزيت، ما ينفعش نعمل كده. يعني هنكتفي بده من الضرب، بس يعني اتمنى ان حضرتك تزودي اكتر. بصوا العجينه اهي على الايد بالشكل ده، يمكن هي مش محتاج وانت لازم تمسك على الايد كده عشان تطلع بقى الاقراص مظبوط. يمكن هي خشنه سنه بس انت نعامي اكتر، كل ما هتنعامي اكتر هتلاقي الموضوع الطعميه حلو احلى يعني. طيب خلينا ننزل دول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس هشتغل من غير جوانتي يعني بعد اذنكم، عشان الواحد بتبقى ايديه قريبه قوي من الزيت فما ينفعش جوانتي. يعني حتى اللي بيشتغل في مطعم ويجبره مكانه على ان هو يلبس جوانتي فالموضوع بيكون صعب جدا، اصعب ما يكون اللي هو ما ينفعش. بس حطيت كده انا العجينه بتاعتي، ومهم قوي بقى موضوع ان انا اظبط الحاجه على قد ما اقدر. خلينا قدر دي خلصانه، انا بحب قوي الحاجات التدميس الصغيره. المهم جدا بقى ان انا احط بوله فيها ميه جنبي كده، نعمل طعميه طعميه يعني مش هزار. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بقى ابدل كده عشان ايه، ولا خليها عشان حاضر خليها انا اقرب لك انا بالحاجه عشان ايه يعني الواحد بقى هيعمل طعميه بقى فتصيطني يعني. عملنا العجينه، ولازم بقى بوله الميه دي الواحد ينزل ايديه الاثنين فيها عشان الطعميه ما تلزقش في ايديه. واهو كده نعمل بقى القرص كده، واقوم رايح ايه جايب السمسم نسيت انا السمسم والكزبره. وبصوا بقى يعني الحركه اللي كانت بتعجبني قوي بس مش هعملها، اللي هو ايه عامل شويه تش كده بتاع المطعم بيفتح نفسي والله، ويقوم حاطط ايده في الميه حاطط ايده على الكزبره كده يبتدي بيعمل كده عشان يلزقها فيها. نفس الموضوع في السمسم، ويعني هو كده انا بقيت صاحبه خلاص، صاحبي بقى انا اللي هروح اقف في المطعم كل يوم جنبه كده ساعه عشان ايه يعمل لي شويه السمسم، و الاقي شويه السمسم والكزبره كده اخش البابا بقى ايه حاطط لي في كان زمان قرطاس كده وانا صغير كنت احب اقف في المطعم قوي، كان بيديني قرطاس كده يقوم حاطط لي شويه بصل وخضره، والله كان بيساعدوني جدا. اهو ادي شويه الطعميه بسم الله الرحمن الرحيم كده، اقوم منزل في الزيت. لازم الزيت يبقى سخن برضو عشان لما احط الطعميه تفضل ايه تعمل الحركات اللي بتجوعنا كده. والخضره بقى يعني هي هتخليها تتكلم عن نفسها كده. اهو نزل القرص بقوم دايس عليه حاطط ايدي في الميه اهو كده، ما هو مفيش تثبيت والله، هي بتعمله بسرعه كده ويقعد بقى تش وبتاع بيفتح نفسنا. تلاقي المطعم كله بقى اول ما يطلع الطعميه تلاقي المطعم كله الناس اللي واقفه عايزه تاخد بقى ايه كام قرص اللي هو ايه عملهم دول. هعمل كده اخد العجينه، وطبعا كل ما العجينه بتبقى خشنه بتسهل على الحركه دي شويه، يعني كل ما تبقى ناعمه الموضوع بتصعب، عشان كده ما تعملوهاش في الخلاط. هقلب بقى الطعميه كده وبقلبها عشان تتحمر من الناحيتين. هتجهزي بقى حضرتك طبق حلو كده او مصفى تحتيها طبق واسع عشان تنزل الزيت لو مفيش مناديل، في مناديل هنحطها ونحط عليه المناديل ونطلع الطعميه بقى تتحمر نحطها عليه.